رسول الله صلى الله عليك وعلى آلك الطاهرين المظلومين المشردين عن الأوطان. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله وابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصين وابن فاطمة الزهراء سيدتي وسيدة نساء العالمين، ما خاب من تمسك بكم، أمين والله من لجأ والتجأ إليكم. يا ليتنا ثم يا ليتنا كنا معكم. سادتي فنفوز والله فوزا عظيما. يا غريب يا مظلوم كربلاء، رحلوا وما رحلوا خير الوداد إلا بحسن تصبري وفؤادي. ساروا ولكن خلفوني بعدهم أصوب الدم صوب الإهادي. وسرت بقلب المستهام ركابهم تعلو به جبلا وتهبط وادي. وخلت منازلهم فخائي بعدهم قفرا وما بها سوى الأوتاد. ولقد وقفت بها وقوف موله وبمهجتي للوجد قد حزنادي. أبكي بها طورا لفرط صبابتي وأصيح فيها تارة وأنادي. يا دار يا دار أين مضى
عنك ذوك أمالهم بعد الترحل عنك يوم معادي دار ذكرتني بعراسك القفرة عراس بن النبي الهادي لما سرى عن ابن بنت محمد بالأهل والأصحاب والأولاد يا ويلي وحالة محمد يا خلق تشجي الأعادي مشقوق جيبه ويلطم الغامة وينادي حسين للسوق الضعين ذايب فادي كل ما تلوم الناس يصف جراح ليده ويلي ومن الوجد نشفيت دمعته وكل ما نغطه وكل ما يسلونه جذب وناته صح أن الأحد يسليني ترى من الأخرة الكم ما تدرون بمصابي أم سلم وهلي يسوقون الضعاين هالنشامة أنا قلبي ما هو باني عليهم بالسلامة أنا خوف يرد الضعين بس نسواو يتامة ريض لخياك بالضعن يا قرة العرب يا حسين سلطان البلد لو عزم يشيل تطلع الناس تشيع وتسرج على الخد وانت يا سلطان المدينة طالع بلك ريض لخيك بالضعن يا قرة لا تتنامس بنصرك يا ابو سكن الاجانب وانا نصيب الحزن ومقعس المصاق ولي الفخر والصيت بايام الحرايق قعست انا وعلي الجمل ويام صف ولكنما الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا عدوان إلا على الظالمين
قال تعالى في محكم كتابه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. آمنا بالله. صدق الله مولانا العلي العظيم. انطلاقا من هذه السورة المباركة، سيكون حديثنا أيها الأحبة في نقطتين أساسيتين. النقطة الأولى: ما هو معنى العصر وأهمية الوقت في حياة هذا الإنسان؟ والنقطة الثانية: ما هي خصائص ومميزات هذا الوقت الذي يعيشه هذا الإنسان؟ نأتي إلى الآية الكريمة أو السورة المباركة. يقول عز وجل: والعصر إن الإنسان لفي خسر. ما المراد بالعصر؟ في الواقع وردت معان متنوعة حول بيان معنى العصر، وهنا أذكر أربعة أقوال أشار إليها السيد الطبطبائي قدس سره الشريف صاحب تفسير الميزان. القول الأول أن المراد بالعصر هو عصر النبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله، وما يسمى بفجر الإسلام الأول، فجر الرسالة وفجر النور. القول الثاني قال أن المراد بالعصر هو عصر الإمام الحجة المنتظر روحي له الفداء، حيث أن هذا العصر يكون الحق فيه ظاهرا والباطل فيه مندحرا. القول الثالث قال: لا، العصر هو آخر طرف من النهار. طيب ليش الله عز وجل يقسم بهذا الوقت بالذات؟ مو هذا المعنى هو الموجود في أذهان أكثر الناس لما يسمع العصر يذهب إلى آخر طرف من النهار. ليش؟ قال: لأن في هذا الوقت دلالة على الإعجاز الإلهي من خلال تعاقب الليل على النهار. القول الرابع، وهذا القول هو الذي أكد عليه السيد الطبطبائي قدس سره الشريف، حيث يقول أن المراد بالعصر هو هو الزمن والوقت والدهر الذي يعيشه هذا الإنسان، بما فيه من تغير ومن تبدل من حال إلى حال. ولذلك لو تأملنا في السورة المباركة اشتملت على عدة مؤكدات تؤكد على أن حياة الإنسان كلها في خسران، كلها في ضياع ما لم يستغلها الاستغلال الأمثل في طاعة الله. يقول عز وجل: والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذا النفس الذي يتنفسه الإنسان أيها الأحبة هو أغلى ما يملكه في هذه الحياة. بعد إذا انقطع النفس، إذا خرج هذا النفس هل يعود أو لا؟ كل ذلك بإرادة الله عز وجل. رحمة الله على شيخ الدمستاني حينما يقول: أنفاس نفسك أثمان الجنان، فهل تشري بها لهبا في الحشر يشتعل؟ ما عذر من بلغ العشرين إن هجعت عيناه أو عاقه عن طاعة كسل؟ إن كنت منتهجا من هاج رب حجا فقم بجنح دجا لله تنتفل. إذن هذا النفس هو أغلى ما يملكه هذا الإنسان. من هنا يقول نبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وآله: اعملوا في الصحة قبل السقم، وفي الشباب قبل الهرم، وفي الغنى قبل الفقر، وفي الفراغ قبل الشغل، وفي الحياة قبل الموت. هذه كلها فرص: الشباب، المال، زين، الصحة. وقد نزل علي حبيبي جبرائيل وقال لي: يا محمد صلى الله عليه وآله،
إن الجليل الأعلى يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك كل ساعة تذكرني فيها فهي لك مدخر وكل ساعة لا تذكرني فيها فهي منك ضائعة. الوقت الذي يكون فيه ذكر الله عز وجل، الاستغفار، قراءة القرآن، صلة الرحم، التصدق، فعل الخيرات، هذا مذكور لهذا الإنسان، وما عدا ذلك فهو ضائع من حياة هذا الإنسان. ولذلك يقول أحد العلماء لأحد الصالحين: أوصني بالله، أريد منك وصية. شنو أي الوصية؟ قال: اعلم أن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. يعني تغير الليل والنهار يغيران حال الإنسان من الصحة إلى السقم، ومن الشباب إلى الهرم، ومن الغنى إلى الفقر، ومن الحياة إلى الموت. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: ما من يوم ينشق فجره إلا وهو ينادي، يقول ما من يوم إلا وملك الموت ينادي أهل القبور، يعني الموتى: لمن تغبطون اليوم وقد عاينتم هول المطلع، رأيتم الشدائد ورأيتم البلايا ورأيتم المحن. شنو الجواب؟ فيأتي الجواب: إنما نغبط المؤمنين وهم في مساجدهم. لماذا؟ لأنهم يصلون ولا نصلي، ويتصدقون ولا نتصدق، ويفعلون الخيرات ولا نفعل الخيرات. يتمنى أن يرجعوا إلى هذه الحياة الدنيا كي يعوضوا تلك الدقائق، تلك الثواني التي انقضت من حياة هذا الإنسان. خلنا نجي إلى واقعنا أيها الأحبة، إش قد إحنا نحافظ على هذا الوقت؟ إش قد إحنا نهتم بهذا الوقت؟ لو قسنا هذا الوقت الذي نقضيه في طاعة الله مع بقية الأوقات التي ننشغل بها بالشهوات والملذات، ما أدري هل هناك مقياس أو لا. لما نجي الكثير منا، خلينا نضرب شوية من واقعنا الاجتماعي المعاش، لما نجي إلى الصلاة أيها الأحبة، كثير منا مع الأسف تشوفه بعد الصلاة ما عنده وقت أن يجلس حتى إلى تسبيحة الزهراء سلام الله عليه، ما عنده وقت أن يجلس حتى إلى تعقيب إلى دعاء، والله عز وجل ينتظر منا في الفريضة أن نرفع يدنا إليه، هذا وقت استجابة الدعاء. الكثير منا مع الأسف ما عنده وقت أن يقرأ ولو صفحة من القرآن في اليوم، هذا واقع نعيشه. تشوف القرآن يعيش الهجران ترى، ها مع الأسف ما أدري هل هذا القرآن فقط لنقرأه في الفواتح في شهر رمضان والغبار يسفي عليه، ولذلك في الرواية أن القرآن إذا لم يقرأ 3 أيام أيها الأحبة، 3 أيام إذا لم يقرأ القرآن يقولون جاء شاكيا على ذلك. اشكي عليك بين يدي الله يا أخي كل يوم يا أخي، ولو صفحة من القرآن، ولو صفحة من القرآن تنور بها قلبك، تنور بها لسانك وبيتك وعيالك بصفحة من القرآن. اشكي احنا نهجر القرآن الكريم. ولذلك لقمان الحكيم يقول لابنه في بعض مواعظه: يا بني إن كنت تحب الجنة فإن الله يحب الطاعة. ترى الجنة مين ببلاش، تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى طاعة، إلى بذل. وإن كنت تكره المعصية فإن الله، وإن كنت تكره النار فإن الله يكره المعصية، فأحب ما يحب كي نعم كي نعم فأحب ما تحب، فإن الله عز وجل قد أعد للمتقين ما أعد. ومن هنا في الآية أو كما يقول: واعلم أن ما بعد الموت هو أعظم وأدهى. هناك ساعة أيها الأحبة هي من أعظم الساعات، هناك ساعة يفارق فيها الحبيب حبيبه، هناك ساعة الإنسان يفارق كل ملذات هذه الدنيا. والنبي صلى الله عليه وآله يوم من الأيام يقولون مر على جماعة وهم في الطريق يتسامرون يتبادلون أطراف الحديث وقد علت منهم تلك الضحكات، فنظر إليهم النبي صلى الله عليه وآله وقال لهم: اذكروا هادم اللذات، أو ما الذي نفسي بيده لو تعلمون ما أعلم
لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا. أمامكم ساعة تفارقون الأحبة الملذات الشهوات، وإن رايح مقبل على قبر مظلم. ما أدري إحنا نستوعب لولا لما نشوف الحبيب نحمله ونوصله إلى قبره وحاملين على الأكتاف وعلى الأعناق ونهلل واللي يبكي، وهذا حبيب وانت حاملنا صحيح تبكي في اللحظة وتنزله في التراب، دقائق معدودة وتنسى هذا الحبيب وتنسى هذه اللحظة ومجرد تنزله في التراب. يا أخي انظر إلى ذلك القبر الذي عرضه ما أدري بعد له قياس أو لا، مجرد أنه يساوي هذا البدن في طوله وفي عرضه. يا من بدنياه اشتغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت، بانيها فإن بناها بخير طاب مسكنها وإن بناها بشر خاب بانيها. حبيب واقعا هنيئا لكل من خرج من الدنيا وعند أحب. يا أخي بالعمل أنت إيش قد ما تملك من عمل صالح ومحبة في قلوب هؤلاء الناس، فأنت ستعيش بأخلاقك بينهم. ومن هنا لما نأتي إلى خصائص هذا الوقت وهي النقطة الثانية اختصارا أيها الأحبة، فإن لهذا الوقت خصائص أيها الأحبة. الخاصية الأولى هي سرعة انقضاء هذا الوقت من حياة هذا الإنسان. قال عز وجل: قال كم لبثتم في الأرض عدد سنين؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. يا أخي هؤلاء الذين عاشوا آلاف مؤلفة، لما تأتي وتسألهم عن ذلك الوقت الذي انقضى هي ساعة، خلي يقول يوم، مو يقولون بأن ملك الموت لما أراد أن يقبض روح نبي الله نوح على نبينا وآله وعليه أفضل الصلاة والسلام. قاله: يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ ونوح ما عاش 300 نعم 300 لا لا، إنما بعض الروايات أنه عاش 3000 سنة. واضح لو لا؟ مو 950 سنة، لا بعض 3000 سنة. قاله: يا أطول الأنبياء عمرا كيف رأيت الدنيا؟ يأتي الجواب يقول: رأيت الدنيا مثل هذه الدار، لها بابان، دخلت من الباب الأول وخرجت من الباب الآخر. شلون الدنيا سريعة إخواني، ثواني تنقضي والأيام والليالي. الخاصية الثانية أن الذي ينقضي من حياة الإنسان بعد ما يرجع، احنا ما شفنا يوم من الأيام عقارب الساعة رجعت إلى الوراء، لا بل هي دائما إلى الأمام. ولذلك أسفي على هؤلاء الذين جمعوا الأموال والدراهم والذهب، حينما يأتي ملك الموت ليقبض تلك الأرواح ولم تنفق هذه الأموال في مرضاة الله، ألا تكون حسرة على هؤلاء؟ يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. ولذلك يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: تزود من التقوى فإنك لا تدري، إذا جن ليل هل تعيش إلى الفجر، كم من صحيح مات من غير علة. أسفي والله، كم من صحيح مات من غير علة، وكم من سقيم عاش حينا من الدهر، وكم من فتى يمسي ويصبح آمنا وقد نسجت أكفانه وهو لا يدري. شوف هذا الشاب العزيز على قلوبنا وقلوب كل من أحب وعرفها، لحظات معدودة، يوم يومين ثلاثة وإذا به فارق الحياة. أنت ما تلوم الحبيب إذا فارق حبيبه،
ومن حقك تبكي عليه، وأنا أدري هذا العزيز قد أثر في قلوبه عزته وأحبته، وهذا واحد وأفجع قلوب وخلى الدموع تجري عليه، هذا واحد فرد، وأدري كل حبيب عنده ما تلومه لو بكى على حبيبها، لكن أنا أسأل سؤال، أنت فاقد واحد وأثر في قلبك وأفجع قلبك، لكن إيش حال اللي فاقد عشيرة بأكملها؟ شوف زين العابدين شقد فقد يا حبيبي، فقد عشيرة بأكملها، ما واحد ولا اثنين ولا ثلاثة، عشيرة بأكملها. ولذلك ما قدم له زاد ولا ما إلا ومزجه بدموع عينيه، وهو يقول كيف أكل وقد ذبح أبي جائعا، كيف أشرب وقد قتل أبي عطشانا. يجي الإمام إلى سوق القصابين، ينظر إلى ذلك القصاب يريد أن يذبح الشاة، ينظر إليه يقول له أيها الرجل العرضت على الماء؟ يقول عجب يا ابن رسول الله، احنا في بلاد إسلامية لا نذبح حتى نعرض على الماء. فيختنق زين العابدين بعبرته ويتجه ناحية كربلاء ويقول إلا أنت يا أبا عبد الله تذبح عطشانا ضمانا. الله، يجي رجل غريب إلى المدينة ويقول أنا رجل غريب، ينظر إليه زين العابدين يقول أيها الرجل تقول بأنك غريب، لكن لو قدر لك ووانفتك المنية وأنت في هذا البلد هل تغسل هل تكفن؟ قال عجب يا ابن رسول الله، أنا في بلاد إسلامية لابد أغسل لابد أكفن. قال إذن أنت لست بغريب. من الغريب؟ قال الغريب الذي بقي على رمضاء كربلاء ثلاثة أيام بلا تجهيز ولا تكفين. الله، يعني تلوم زين العابدين لما يجي أبو حمزة ويعتب على الإمام، أما أنا لحزنك الانقضاء سيدي، إلى متى هذا البكاء؟ قال يا أبا حمزة لقد نظرت إلى أبي الحسين على رمضاء كربلاء، يا أبا حمزة لقد رأيت السياط تتلوى على متون عماتي وأخواتي. تعتب يا أبو حمزة، تعتب على 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 ما شاءته بعيني. لا تعتب يا أبو حمزة، كنك تجهل الأسباب ولا تشوف الرزايا اللي خلفها علينا البق. إذا يوسف يا أبو حمزة بفراق أنعم يعقوب، أنا كم يوسف قبالي انذبح وتريدني معذوب، ولو أيوب صاب من مصابي ما صبر أيوب. وانت يا أبو حمزة تعاتبني كفاية عتق، وانت يا أبو حمزة تعاتبني كفاية عتق.
ما أقدر يا أبو حمزة أبطل نوحي ما أقدر، فجايع قلبي ما تنعد كفاية فجعة الأكبر. بدر يشبه رسول الله شفت قبالي يتعفق، وبلحظة يا أبو حمزة تكور هالجمال وغط، وبلحظة يا أبو حمزة تكور هالجمال. أنا لا أنسى كيف أنسى الجاسم شمعة الشباك، صاير خضابة من دمه ومن ثوب العرس لجفاق، وبدموع النساء والأطفال زفناه للمدب، ولليوم القلب ذايب يا أبو حمزة الفقد الشق، لليوم القلب ذايب يا أبو حمزة الفقد الشق. إذا مصيبة بتذبحني مصيبة عمي العباس، الله يا أبو فاضل يسوت هاي المصيبة في غدار الحسين. وإذا مصيبة بتذبحني مصيبة عمي العباس، كل الروز شالها قبل الأجساد ما تنداس، ومن ضرب العمد ما ظل يا أبو حمزة لعمي راس، وحسيني انكسر ظهره من شاف الأخ من صق، وحسيني انكسر ظهره من شاف الأخ، وابويا يا ابو حمزة الصعب احكي لك عن احواله، كفاية السهم المثلث وقع في وسط دلال، اسمعني، ولن من الصدر من شال بقوة من الظهر شاله، عقب ما طاح ظل يجمايا إليه وساد من لترخ، عقب ما طاح ظل يجمايا إليه وساد من لترخ، عقب ما ظل أبو اليمة موسد على الرمال، جاء الشمر يا ويلي وعلى الصدر صعد بن عار، ولاجل خاتم يا ابو حمزة قطع خنصر الجمال، قلبي ذاب ما اقدر اكمل ويا الله قلبي ذاب، يا ويلي الا قلبي يا ابو حمزة انت رائب نار ملهوب، انا لا زاد يهنا لي ولد انا مشروب، تشئير عماتي يا ابو حمزة بالدروب، نحى العظام ولذيذ العيش ما انطر، ويصيح واذلاخ أين عشيرتي وسرات قومي، أين ودادي منهم خلت تلك الديار وبعدهم. يا الله إلهي نسألك وندعوك ونتوسل إليك بأحب الخلق إليك محمد وآل اشف مرضانا.
ومرضى المؤمنين والمؤمنات، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا من عين الظلمة أن تصل إلينا. اللهم رد كل غريب وفك كل أسير، لا سيما المظلومين المضطهدين، فرج عنهم فرجا عاجلا غير آجل. السعيد الشاب من اجتمعنا لأجله وسبب جام في الأرض عن جنبك، أصعد بروحه إليك، لقي منك حجة وبرهانا، اجعله عندك في أعلى عليين مع محمد وآله الطاهرين، واخلف على عقبه في الغابرين، وعندك نحتسبه يا أكرم الأكرمين. أخواني إن شاء الله التخليف بيكون على يمين المنبر يسار الخطيب. وإلى روحه وأرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، لا سيما الشهداء والفقهاء ومن مات على الإيمان، نهدي للجميع ثواب سورة مباركة الفاتحة مع الصلوات.